يا حضن في حضنك حياة ندعي. مرحبا بكم مشاهدينا في آخر متابعة لأمسية الليل من برنامجكم من عمان، الحديث عن ندوة في ولاية الكامي والوافل، والكامي الكامل والوافي تحت عنوان السياحة بوابة الأسر المنتجة من تنظيم جمعية المرأة العمانية بالولاية. هناك تفاصيل مختلفة إن شاء الله برفقة ضيفتنا الكريمة. أرحب باسمك برنامجكم من عمان بمريم بنت سعيد الهاشمية، رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية الكامل والوافي. مساء الخير. مساء الورد ديان، ومشكورة على هذه الاستضافة الجميلة. بداية نتحدث عن هذه الندوة أستاذة مريم بتفاصيلها المختلفة. في البداية حابة أشكر سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح على تفضله بافتتاح هذه الندوة اليوم، وسعادة الشيخ خليفة البوسعيدي والي الكامل والوافي على إتاحتهم الفرصة لنا كجمعية مرة عمانية بتنظيم مثل هذه الفعاليات في ظل هذه الأزمة. وكذلك حابة أشكر طبعا عندنا عضوات جمعية المرأة العمانية بالكامل والوافي جميعهم على عملهن بروح الفريق. الله يخليكم، يعني تحية جميعا لهم. نتحدث عن الندوة، أهم محاور الندوة، ماذا ناقشتم في هذه الندوة؟ ندوة سياحة بوابة الأسر المنتجة، طبعا هذه من عنوانها. الهدف من هذه الندوة تنشيط السياحة من خلال الأسر المنتجة. نحن الحين عندنا هدف أساسي هو كيفية تسويق هذه المنتجات الحرفية اليدوية والمشغولات وإخراجها للسوق المحلي. ولكن واجه مشكلة، هي مشكلة أن الإقبال ضعيف. فتوجهنا بفكرة جديدة اللي هي توجيه هذه المنتجات وعرضها في الأماكن السياحية من منتجعات وفنادق وكذلك المتاحف اللي موجودة معنا في المحافظة. جميل. جاءت هذه الفكرة طبعا بتكامل العمل مع الفريق غرفة تجارة وصناعة عمان، معنا إدارة التراث والسياحة وكذلك البنك الوطني العماني، ومعنا نفس الشيء الشركة العمانية لتنمية السياحة عمران، وعندنا كذلك غرفة تجارة وصناعة عمان. يعني شراكة متنوعة. بالإضافة إلى هيئة تنمية الهيئات الصغيرة والمتوسطة. نعم. نتحدث أيضا مثل هذه الندوات اليوم أستاذة مريم، كيف تساعد الأسر المنتجة؟ مثل هذه الندوات طبعا في ظل هذه الجائحة، وتعرفي يا أختي بيان أن الإقبال ضعيف. صحيح. ويواجهون الكل تأثر. أيوة تأثر الكل في ظل الجائحة. وصار الإقبال ضعيف والعرض بسيط والمنتوجات بسيطة، وكذلك هذه الأسر المنتجة تعاني من إشكالية في تسويق منتجاتها والترويج لها. توجهنا بهذه الفكرة إلى إدارة التراث والسياحة بمحافظة الشرقية جنوب مع سعادة عبد الله الحجري، وطرحنا عليه مبادرة أن الجمعية تنظم ندوة يطرح فيه هذه الندوة جلسة حوارية، ومن ثم عقد شراكات مع عدة جهات سياحية. الأخ عبد الله جزاه الله خير ما قصر، تم عقد اتفاقيتين مع ضيافة أتانا الأشخرة وكذلك المركز العلمي لعرض هذه المنتجات وفتح منافذ تسويقية. جميل. لهم في هذه المنتجات. نعم، بالنسبة للأسر المنتجة اليوم كيف يستفيدون أيضا من محتوى هذه الندوات بشكل عام تقدمها الجمعية في الولاية؟ في البداية هي تقدم معارف لهذه الأسر المنتجة، طرق عرضكم، التسويق، الترويج. جميل. ما هي الجهات الداعمة لكم؟ أيوة. نحن جبنا مثلا بنك التنمية العماني. ما هي الفرص التي يقدمها بنك التنمية العماني؟ يتم التوضيح في هذه الندوة. كذلك نفس الشيء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقدم لهم مقترحات، وكذلك تقدم لهم مبادرات، بالإضافة إلى قروض للأسر المنتجة. بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة عمان، نحن دائما نسعى نكون عندهم شراكة لجعل هذه الأسر المنتجة يصلون إلى مكانة الريادة، ريادة الأعمال. يعني غرفة تجارة وصناعة عمان دائما تقدم التدريب والتأهيل لمثل هذه الفئات الأسر المنتجة، تقدم لهم الدورات
وكذلك تمول بعض المشاريع الأسر المنتجة في المحافظة. نعم، نحن اليوم أيضا في استوديو برنامج من عمان عندنا بعض من منتجات الأسر المنتجة، نتحدث عن هذا العمل. هذا العمل في طبعا مصنوع من أيادي عمانية في السعفيات بشكل محترف مثل ما تشوفي اختفيان. هذا زور لا؟ السعفيات. أيوه. فهنا طبعا صورة صاحب الجلالة السلطان قابوس المغفور له السلطان قابوس سعيد المعظم، وصاحب الجلالة هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. طريقة العرض هذه لم تأتي بهذه التشكيلة وهذا من فراغ. نحن كجمعية مرأة عمانية في البداية نقدم لهم التمكين والتأهيل والتدريب حتى يتم أن يصل هذا المنتج بهذا الشكل. جميل. هذا دور الجمعية يعني. أما طريقة الدعم كذا إحنا مجرد توجيه لهم، نوجههم إلى الجهات الداعمة لكم لفتح مشروع، للوصول إلى ريادة، للوصول إلى المنافذ التسويقية، نسهل لهم ويعني نساعدهم كأسر منتجة. والله تستحقوا كل التحية وكل التقدير، بارك الله خير. شاكرين لك وجودك اليوم أيضا في برنامج من عمان. كانت معنا مشاهدينا رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية الكامل والوافي مريم بنت سعيد الهاشمية، شكرا جزيلا. الله يعطيك الصحة والعافية أختي بيان، جزاك الله خير، ما قصرتي حبيبتي. الله يسلمك. ونتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في حلقة الأحد، باعتبار أننا وصلنا إلى نهاية مشوار هذا الأسبوع، نتمنى لكم إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة تقضونها مع الأهل والأحباب والأصدقاء في البلد بكل متعة وفائدة، بتجمعات انتقائية بسيطة وفق إجراءات احترازية، المسافات الآمنة ولبس الكمامة في الأماكن العامة. حفظكم الله جميعا من كل مكروه وشر. تقبلوا أجمل تحيات منا جميعا ومخرجنا إبراهيم الزجالي، إلى اللقاء. حبك فلج فينا انسكب قديم من عمر الزمن يعني.